ما أن وطأت أقدام زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي تنبئنا بقرب زيارة الأربعينية، لتبدأ عمليات قيادة الشرطة بملاحقة ومتابعة السوق والتجار، يتقدمها الأمن الاقتصادي لتكون كربلاء خالية من جشع بعض التجار في هذه الزيارة. تقوم مفارز قسم مكافحة الجريمة المنظمة بالتعاون مع دائرة الرقابة التجارية في محافظة كربلاء ومفارز مديرية شرطة كربلاء بجولة واسعة على عموم أسواق المدينة في محافظة كربلاء لمراقبة أي ارتفاع قد يحدث أو تلاعب في الأسعار لجميع أصحاب المحال التجارية لبيع المواد الغذائية وكل ما يتعلق بقوت المواطن اليومي، وكذلك أصحاب محلات الفواكه والخضر لمراقبة التلاعب بالأسعار. أيضا هنالك محاسبة شديدة في هذا الموضوع، سيتم إحالة كل من يثبت تورطه بعمليات التلاعب بالأسعار وإحالته إلى القضاء لينال جزاؤه العادل. خطوتان يصفها البعض بالجيدة وتحتاج تكرارا مستمرا بين الحين والآخر، كون هناك تلاعبات تستمر خصوصا والذي يحكمها العرض والطلب بين التجار، وما يستدعي مراقبة مستمرة طيلة هذه الفترة. يعني حملة خطوة زينة، بس هي ما يعني لها ثمار ما تقول يعني آنية قبل حصلها المواطن. يعني هسه مثلا دخله وقارنوا الأسعار، يقدر هو مثلا يراوهم قوام مهمية أو يقدر كل شيء يقدر يسوي. السوق يخضع للعرض وطلب، ها يعني نقطة راس سطر. أي شغلة حتى لو بدون أربعينية أو بدون أزمة سياسية أو شيء، حاجة قليلة ماكو بالسوق تصعد، موجودة تنزل. هسه يعني الأسعار ثابتة، يعني أربعينية بعد كم يوم ماكو أي لا صعود ولا شيء. تدقيق الأسعار وتنظيم آلية العمل وفحص البضائع وفترات الاستهلاك وطريقة الحفظ أبرز مهام الأمن الاقتصادي لضمان عدم تعرض الزائرين لمشاكل صحية، فتقع المسؤولية على الجهات الرقابية والصحية. اللجنة الأمنية، الأمن الاقتصادي والوطني والجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة جو فتشوا الأسعار على الأسعار على البضاعة على عرض البضاعة بالشارع على تنظيم العمل هذا تنظيم المخازن على الكسباير مال المواد وعلى مراقبة الأسعار بالسوق. بين الحين والآخر تحتاج الدولة العراقية لمتابعة ومراقبة عمل التجار، خصوصا الفاسدين منهم من يستغل قوت المواطن الفقير لزيادة أرباحه. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.